إلى ذلك أشارت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المجلس تم إشراقه في جميع ورش العمل وتم الإطلاع على التوجهات العامة لبرنامج عمل الحكومة القادم. وجود المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة استشارية معنية بمتابعة سياسات تكافؤ الفرص وسياسات التوازن بين الجنسين، هذه هي الفترة يعني الفرصة المثالية مثل ما يقولون. المجلس تم إشراكه في كافة ورش العمل التي جاءت تمهيدا لملتقى اليوم، واستطعنا أن نطلع على التوجهات العامة لبرنامج عمل الحكومة القادم، والذي هو ينطلق طبعا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030. فاستطعنا نوعا ما أن نستشرف التطلعات المستقبلية للخطة الاستراتيجية لمتابعة تقدم المرأة البحرينية. فاليوم ما ودنا يعني العمل المشترك ذي يعمل على تقليص الفجوة ما بين السياسات التي تتوجه إلى تحقيق توازن ما بين الجنسين وما بين العمل الميداني المقبل.